محتاجه عندي لفه جلاش، وعندي كمان سبانخ، وعندي جبنه فيتا وموتزاريلا وتوم مفروم وبضايه وزيت زيتون وملح وفلفل وسمسم. تعالوا كده ايه، نحط شويه زيت في الطاسه ونشوح السبانخ تشويحه كده اهو. حط كده ايه شويه زيت، وهبدا ان انا اجيب السبانخ واديها تشويحه على النار بالشكل ده، سواء فريش سواء مجمد. لو فريش هتاخد بس وقت في التشويح اكتر لحد ما توصل معاكوا ان هي تبقى مفرومه كده وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، اديها كده تشويحه. في الوقت ده هروح اسيح الزبده اهو، هروح اسيح الزبده كده في الميكرويف. بعد كده هقوم بعد ما اشوح كده، طبعا الفروزن مش بتاخد وقت خالص، هبدا بقى اجيب برضو بوله كده اجهز فيها الحشو، هحط فيها السبانخ بعد ما اديتها تشويحه بزيت الزيتون، اهو هقوم حطاها في البوله كده بالشكل ده، وهقوم حط عليها الجبنة. هجيب بقى الجبنة الفيتا وهقوم بصوا مفرطاها كده بالشكل ده اهو. هبدأ اعجن كله مع بعض كده، بعد ما نخلص هحط شوية الثوم المفروم كله كده على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هحط عليه شوية جبنة موتزاريلا او ميكس جبن او شيدر اللي انتوا عايزينه اللي متوفر عندكم، وهحط عليهم بضايه وشويه فلفل اسود. انا مش حاطه بهارات خالص فيها، انا مستكفيه ان احنا ناخد الطعم بتاع الجبنه والسبانخ والكلام ده كله، وهملح شويه ملح وشويه فلفل اسود بس مش اكتر من كده، مش هحط بهارات تاني خالص. يعني ممكن لو حابين تضيفوا جوزة الطيب برضو من الحاجات اللي بتليق عليها. هنبدأ بقى ايه نقلب كده كله مع بعض، نفرم كده كله لحد ما كل الحشو يدخل مع بعض بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده، البضاية مع السبانخ مع الجبنة اهو كله كده بصوا دخل مع بعض، مفيش اي بقى حتت جبنة كتير يعني متكتلة كده اهو، كله بصوا حشو بقى جاهز كله كده متقلب على بعض، البضايه على النوعين الجبنه على السبانخ مع الملح والفلفل، كل الكلام ده كده ايه اهو بس كده. كده الحشو عندي جاهز تماما ان احنا نشتغل بيه. هجيب الزبده لسه ما سحتش، انا عايزاها سايحه، مش مطلوب ان هي تبقى سخنه او حاجه، احنا بس بنسيحها، مجرد ان احنا بنسيح الزبده.
الشكل الحلزوني، ورقتين ورقتين، مش بدهن، مش بورق. الطريقه دي مختلفه شويه وبتبقى مقرمشه كمان شويه، مختلفه عن اللي احنا بنشربها ولا بيتعمل لها تشريبه ولا اي حاجه. عشان كده بقول لكم هي طريقه مختلفه عن اللي احنا متعودين عليها في الجلاش. احط بس ده كده عشان تشوفوا. هنبدا برضو نفس الطريقه اهو، احط الحشو بتاعي وبعدين ابدا ان انا اساوي كله اهو، ونبدا بعد كده نلف الرول بالراحه كده عشان ما يتقطعش معانا. هو اول ورقتين بعد كده هيحمل، اول لفتين وبعد كده هيحمل اهو. ونبدا نجيب الصينيه بتاعتي واكمل بيها اهو كده بالشكل ده، وهكذا لحد ما اخلص كل الصينيه بالشكل ده اهو كده، ورقتين ورقتين. احنا كده خلاص فهمنا الفكره، فانا هحاول ايه اسرع بقى شويه. خلاص الفكره وصلت اهو، ببدا اوزع الحشو بالشكل ده وبلف رول بالشكل ده كده، وبقوم جايبه الصينيه بتاعتي ولفه بالشكل ده. احنا ممكن بقى في الفاصل نكسب كمان الفاصل كده، ان انا هعمل نفس اللي انا بعمله ده لحد ما ترجعوا لي من الفاصل. بصوا بكمل الصينيه بتاعتي داير ما يدور كده الشكل ده، دايما بخلي الفتحات على تحت، يعني الفتحه اللي هي الاخر ثانيه بخليها على تحت ببدا كده، وببقى عايزه اكبس كده، يعني ببقى عايزاهم كده لازقين جنب بعض، مش عايزه فراغات كتير. تمام اهو كده اخر واحده كده، هنعمل الجزء اللي هو من جوه ده لحد ما نخلص كل الصينيه. ناخد ورقتين كمان، كمان دي مش هتاخد رول كامل اهو، دول كده ورقتين. هناخد بقى بقيه الحشو كله اهو بالشكل ده. اتحكموا بقى في حجم، في الكميه بتاعه الجبن براحتكم خالص، زودوها قللوها على حسب ما انتوا بتحبوا النسبه بتاعه السبانخ للجبنه تبقى قد ايه، يعني دي على حسب ما انتوا حابين. هبدا كده اوزع بالشكل ده، وهبدا الف الرول بتاعي، وانا هنا يعني ما اعتقدش ان هي هتاخد رول كامل. خلاص اجيب الصينيه وابدا ان انا ايه الف كده، واخلي دايما الفتحه على تحت اهو. تمام قوي كده زي الفل. تمام تعالوا بقى في المرحله اللي هي بعد كده، هنبدا نجيب الزبده السايحه وهدهن البوريك اللي عندي بالشكل ده. انا زي ما قلت لكم اللي احنا عاملينها نسخه، انا حاطه تحتيها ورق زبده عشان اعرف اخرجها بسهوله، عشان عايزاها تبقى نفس الشكل ده كده في التقديم اهو. واكبسوا الرولات جنب بعض، يعني ما تخلوش فيها فراغات اهو. تمام قوي كده. هجيب بقى شوية السمسم، وممكن كمان تحطوا حبة بركة لو حابين، وهقوم حاطة كده فوق الوش على البوريك كله بالشكل ده اهو. تمام قوي كده، وبدخل الفرن. طبعا الحشو عندي مستوي، مجرد الجلاش بس بياخد لون خفيف مع الزبدة وبيبقى مقرمش وحلو وما تغمقوش قوي، انا عايزة لونه يبقى ذهبي وفاتح كده وجميل. هدخله الفرن.